في فيديو النهاردة هنشوف احتفال احمد العوضي مع زوجته ياسمين عبد العزيز بنجاح اعلان ياسمين اللي عملته خلال شهر رمضان الجاري على ضوء الشموع، والعوضي بيعلق تعليق مؤثر جدا. هنعرف التفاصيل، بس قبل اي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا عشان كل جديد يجيلك لحد عندك. هنكمل الفيديو بس بعد الفاصل. اكيد كلنا لاحظنا الضجة الكبيرة اللي عملها اعلان ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز لاحدى شركات الاتصالات، ورغم ان ياسمين عبد العزيز مشاركتش باي عمل فني السنة دي، لكن قدرت من خلال تقديمها اعلان واحد بس انها تحتل الترند طول شهر رمضان، وسبقت فنانين كتير بيقدموا مسلسلات في شهر رمضان. وده دليل واضح ان ياسمين عبد العزيز فنانة كبيرة وليها جمهور كبير بيحبها، وان بمجرد ظهور ياسمين حتى لو في اعلان صغير مدته دقيقتين او 3 دقايق بالكتير بتقدر انها تكون ترند على مسلسلات واعلانات تانية كتير اتعملت في رمضان. ومن كتر نجاح اعلان ياسمين بدأ الجمهور يعمل فيديوهات على الاعلان ده سواء على التيك توك او الفيسبوك. ومع نهاية شهر رمضان وقرب وصول اعلان ياسمين عبد العزيز ل 40 مليون مشاهدة على اليوتيوب، قرر احمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز انه يحتفل مع زوجته بنجاح الاعلان بالشكل الرهيب ده وبحب الجمهور لياسمين، وقرروا ان احتفالهم يكون على ضوء الشموع. وعلق العوضي وقال احنا بتوع الترند، ومن حبه ربه حبب فيه خلقه. كمان قال احمد العوضي ان زوجته ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ليهم كاريزما وفي بينهم كيمياء كبيرة خلت الجمهور يحبهم ويحب الاعلان جدا، وان الكيمياء اللي بينهم دي مش من دلوقتي، دي من زمان. وعلقت ياسمين عبد العزيز على كلام جوزها احمد العوضي وقالت انا سعيدة جدا جدا بنجاح الاعلان وبحب الناس الكبير ده، لان محبة الناس كنز ونعمة كبيرة من ربنا، وبفرح قوي لما بشوف الاطفال الصغيرة بتقلدني في الاعلان وبيقلدوا حركاتي وكمان بيكونوا حافظين كلمات الاعلان، بحس وقتها ان فعلا ربنا قدرني ووصلت لقلوب الناس، وكل الشخصيات اللي عملتها في الاعلان الناس بتحبها جدا، عشان كده الاعلان علم مع الناس بسرعة ودخل قلوبهم. وفي نهاية الفيديو حابين نقول الجميلة ياسمين عبد العزيز انت بجد فنانة كبيرة وليكي جمهور كبير بيحبك، وانا على المستوى الشخصي من اكتر الناس اللي بتحبك وبتتابعك، وبجد غيابك في رمضان السنة دي ساب فراغ كبير قوي، مفيش فنان ولا مسلسل قدر يملى الفراغ ده، لكن اللي صبرنا على غيابك فعلا هو ظهورك في الاعلان ده، وبنتمنى اننا نشوفك قريب في اي عمل فني سواء كان فيلم او مسلسل. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا مخلصتش. استنونا فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.